ما تعرض لها أي لجنة أو مجلس أو حزب في بلدك في يضع قانون انتخاب. ماذا قلتم؟ ما بحكيش الإخوان المسلمين، ماذا قلتم كحركات شعبية حزبية؟ قلتم بدنا نظام انتخابي نسبي أو مختلط بين النسبي وبين فردي، بس ما قلتوا لنا كيف بتوزع الفردي وكيف بتوزع النسبي. بدك تقول لي معان قديش بطلع لها نواب، بدك تقول لي جرش قديش بطلع لها نواب، بدك تقول لي كل مكان من الأماكن. هذه أعلنتم العنوان، ما هو العنوان سبب الهم. عندما أترجم العنوان إلى واقع أنا عندي مكتسبات، ما بقدر أنزل محافظة عدد نوابها 4 وسويهم 2. بدك تقول لي هنا اللي بحكي أنا الحزاب البرامجي، البرنامج ما فيهوش عنوان. بدك تقول لي النظام الانتخابي أريد نائبين في الطفيلة ونائبين في الجرش وثلاثة في إربد وأربعة في الكرك. بدك تدخل في لأنه الأذى هو في التفصيلات مش بالعنوان. أنا عندي جواب. طيب تفضلوا بس لا بس خلينا يعني أيضا هو تفضل فضيلة الشيخ حكى ذكرنا موضوع مهم جدا، أن جلالة الملك طلب من مجلس الأمة قانون انتخاب عصري من أول شوي الله يخليها لي إياك. مجلس الأمة مش هو اللي بيصنع قانون الانتخاب، مجلس الأمة الذي يقره. لابد أن تتقدم الحكومة بهذا المشروع أو أن يتقدم عدد من النواب في مشروع يرفع للحكومة ليعود إليهم. أنا النقاش إذا سمحت لي ما بدناش ندخل في حديث، احنا بدنا نوصل لقانون انتخاب يتوافق عليه الجميع زي ما تفضلت. يا سيدي التوافق لا يتم إلا عبر الجلوس لوضع نظام انتخابي تفصيلي إذا سمحت لي. هذا أنا دقيق في هذه العمارات. بدك تقعد تقول لي قديش عدد نواب البلقاء وكيف يوزعون على دوائر انتخابية، بدك تقول لي الانتخاب النسبية على المحافظة ولا على الوطن ككل. طب متى نبدأ بذلك؟ واحد الله خليك. متى سنبدأ بذلك على الواقع؟ المطلوب من القوى الحزبية لأنها صاحبة رأي وصاحبة حق بأن تعلن ذلك متفقة. اللي إجا في الأجندات واللي إجا في الاجتماعات هي عناوين، مطلوب مني أنا أترجمها وأنت تصير ناقد. تعرفت كيف علي؟ ما بسمع لك تكون ناقد. أنا وياك شركة هذا الهم. تعال مثل لما بنحكي عن موضوع المياه، يجب توفير المياه للشعب الأردني. طب ما هو بيقدر يقولها طالب السادس الابتدائي. حل مشكلة المياه، حل مشكلة المديونية، حل مشكلة الكهرباء المحروقات. الحركة الحزبية مطلوب منها برامج تنفيذية، نعرف إن وصلت إلى الحكم ماذا ستصنع. فأنا سأؤيدها في البرنامج مش على النظرية، بأيدها على الواقع. شكرا. تفضل الشيخ تفضل رد. بداية أولا أنا أعتز حقيقة بوعي الشعب الأردني. صحيح. والله ما عاد عندنا جاهل الآن لا في وادي عربة ولا في الكرامة الشرقية ولا الكرامة الغربية. صحيح. وشعبنا على درجة عالية من الوعي. صحيح. ثانيا أعتقد أن احنا توافقنا كجبهة وطنية للإصلاح، قلنا يعني في الدوائر الانتخابية مراعاة الأبعاد التالية: الجغرافي والديموغرافي والمناطق التنموية. احنا ماخذين بعين الاعتبار انه معان اللي بتمثل قرابة نصف مساحة المملكة، هذا البعد الجغرافي ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار. بس قول لي قديش بدك تحط نواب؟ انت حطيت تأيلي مطلقة اني اكتبهم وازعل الناس. لا احنا بدك تزعلهم معي وبدك ترضيهم معي. احنا لو طلب الينا الحوار على هذه الامور نحن لا نريد ان ننتقص من أي دائرة انتخابية من حصتها. حلو. وينبغي تثبيت حلو. كحقوق مكتسبة لأي حلو. دائرة انتخابية حلو. ينبغي أن يحافظ عليها. لكن أي تحسين وأي تطوير بدنا نراعي فيه الأبعاد الثلاثة: جغرافيا، سكان، مناطق تنموية. حلو. هذه حقيقة نقطة. اثنين، يعني للأسف الحكومة أجهضت فكرة إرادة الملك. الملك طلب من الحكومة. أي حكومة؟ حكومة سابقة. حكومة دولة أبو عصام يعني؟ لا، هو بالمناسبة ليست حكومة دولة أبو عصام، ولو كانت حكومة يعني مش مشكلة. عندي استعداد أحكي. انطر الجو يا سيدي انطر الجو. حقيقة جلالة الملك كلف الحكومة بتجاوز الصوت الواحد، لكن الحكومة التي رحلت للأسف يعني أجهضت هذه الفكرة وقدمت يعني نظاما انتخابيا. بتصور حكومات سابقة كانت متقدمة على هذا المشروع الذي قدم إلى مجلس
النواب. أنا أقول يا أخواننا ينبغي أن يكون الوطن والمصلحة الوطنية هي البوصلة الهادية لنا في هذا الوطن. هذا الوطن الآن يعيش في إقليم مضطرب، نحن نريد أن نحافظ على أمننا واستقرارنا وهيبة دولتنا وأن نحقق تنميتنا في هذا الوطن، وهذا يقتضي منا الآن إلى توافق وطني على نظام انتخابي مقبول لدى أغلبية الشرائح الأردنية، لنقبل على انتخابات في أجواء توافقية وتنافس يعني برامجي كما تفضل أبو عصام. وبالمناسبة يعني إحنا لدينا حقيقة برنامج ولدينا تطوير برنامج الآن ونعمل عليه، وفرصة المقاطعة أنا بحكي إذا سمحت لي أخي الحبيب، في فرق بين برنامجي لما منقدم كنواب للانتخابات بنكتب بليلة محاربة الفقر والبطالة وإيجاد مصادر عمل لكل مواطن، هذا كلام نظري جميل لا خلاف عليه. نعم. نحن نقول كيف نترجم ذلك، كيف نترجم ذلك؟ الترجمة هي ما يمكن تطبيقه وليس الأهداف المطلقة. الشعب اللي بتحكيه كل النظريات التي قلتها والله لا أخالفك بسنتيمتر منها، بس أرجوك خلينا نترجم الأمور لواقع معاش. لا أتحمل في الأردن أنا وزر اختلافات الأحزاب على دول عربية أخرى، اختلافاتهم مع مصر واختلافاتهم مع سوريا واختلافاتهم مع العراق واختلافاتهم على أي بلد آخر. هذا الوطن تعالوا نبنيه لبنة مدماك في مداميك أمتنا العربية قبل أن ننطلق. خلنا نحكي بهمومه بالأول، هن فيه حجم من الهموم لا يطاق، بس وفي أخطاء إذا سمحت لي، وفي أخطاء على فكرة بألف لك فيها كتاب صحيح، لكن أنا وياك تعال نتفق على كيفية إصلاح هذه الأخطاء. لا تصلح هذه الأخطاء بالشعارات ولا بالصوت المرتفع ولا بالهجوم، مع أنه لازم في بعض الحالات، لكن يصحح بتوافق. هذا التوافق بدنا إياه واقعي مش نظري، نظري مطلق كل الناس أنا الآن بقدر أطلق لك نظريات. الآن الصوت الواحد في ناس معه وفي ناس ضده، أنا ضده فنتفق أنا وياك من البداية، في ناس معه وفي ناس ضده. طب خلينا نحط البديل، البديل اللي متفق عليه هو لما بتجتمع كل هذه القوى وبتطرح على مجلس الأمة نوابا وأعيانا وعلى الحكومة شيء ليتبنوه. لكن هذه مسؤولية من دولة أبو عصام؟ الآن من الذي يدعو القوى الأردنية إلى حوار وطني على قاعدة المصلحة الوطنية، ليس لحزب جبهة العمل الإسلامي ولا لمصلحة مستقل ولا لمصلحة أي تيار، للمصلحة الوطنية الأردنية، من الذي يدعو إلى ذلك؟ نحن دعونا حقيقة إلى حكومة إنقاذ وطني، سميها حكومة توافق وطني، وأن يتم حقيقة الحوار حول كيف نجتاز هذه المرحلة، كيف نخرج الآن من أزماتنا وبرعاية ملكية لنخرج من هذه المرحلة، ونأمل أن نرى استجابة، ولا سيما بعد الانتخابات البلدية التي رأيتموها قبل أيام. ونحن لا نريد حقيقة أن نسجل شماتة، لأن الشماتة ليست من طبع الكرام، لكنه جرس إنذار يدعونا كيف نتجاوز الإحباط، كيف نتجاوز القعود الآن، وهذا يحتاج إلى حوار وطني وتوافق وطني. يعني إحنا الخلاف كيف نصنع التوافق الوطني، أنا هذا اللي بناقش فيه. المبادئ مقررة، من الذي يدعو؟ دعيتم أكثر من مرة لحوارات ما قبلتوها، قد يكون معكم ما أخذ، هذا حق أصلا، لولا أن لكم ما أخذ ولولا أن لي ما أخذ ما في مبرر للحوار. الحوار لأننا منطلقين من نقاط مختلفة. هذا تجميع يعني هذا كلام كثير مرتب. هذا بدفعنا نسأل، مدام أن الأحزاب الأردنية اختلفت حتى اللي تفضل فيه الشيخ، القوة هذه كلها على ما حدث في سوريا وما حدث في مصر خلاهم يختلفوا أردنيا. تمام. لذلك هل ترى بأن الأحزاب العقائدية قد نجحت في إدارة الحكم؟ تفضل. السؤال لمن؟ بتقدر تفضل. لا بتقدر تفضل. أنا ما عندي اعتذار. أخي الحبيب، إحنا مشكلتنا إنه السياسي عندنا إذا قال رأيه بصراحة بتعرض إحنا بدنا صراحة لمجموعات إعدام، وإحنا تجاوزنا السن اللي فيه يعني خايفين من هذه المجموعات. أنا أعتقد أن الأحزاب اللي عرفتها الديمقراطية في العالم هي أحزاب برامج.
ينتقيك على برنامجك ولا ينتقيك على مطلقات. في مطلقات كثيرة أنا والشيخ متفق عليها غير قابلة للبحث عندنا، ومن يحكم بما لما يحكم بما أنزل الله متفقين عليها. الآن كيف نترجم ذلك إلى تطبيق؟ عظمة الإسلام على فكرة أن المتغيرات فيه أكثر من الثوابت. الثوابت معروفة مستقرة غير قابلة للنقض، باقي الأمور تركها للمتغيرات على أساس من المبادئ الثابتة والمستقرة اللي هي طب تعال نتغير في هذه الأمور. وهذا هو سبب الصدام بين الأحزاب في العالم العربي، كلها أحزاب عقائدية، صدامها بصير في موقف سياسي يختلفون فيه يفترقون فيفترقون. وبدي رأي الشيخ فضيلة الشيخ يعني حقيقة يعني عبارة أنت كحزب يعني قد هل نقول أنه حزب عقائدي، هل هو حزب ديني أم هو حزب سياسي؟ يعني نحن حزب سياسي أردني بمرجعية إسلامية، لأن الإسلام هو دين هذا الوطن بمسلميه حتى ومسيحيه كثقافة بالنسبة للمسيحي تاريخ. وعقيدة وعبادة ونظام حياة بالنسبة للمسلم. نحن لا نريد أن نفرض أحكاما على الناس، نحن نترك الناس وما يريدون ونتقدم ببرامج ونترك الخيار ونجعل الشعب الأردني هو الحكم يختار هذا البرنامج أو ذاك البرنامج. وأود أن أطمئن أخي يعني أبا عصام، حقيقة نحن منذ قرابة سنة ونصف ونحن عاكفون على برنامج أردني وليس برنامج حزب جبهة العمل الإسلامي. وآمل أنه يعني في مدى قريب إن شاء الله ترون برنامجا فيه من الشمول والواقعية والقدرة على حل المشكلات، ولا نزعم أننا سنحل مشكلات الشعب الأردني. مشكلات الشعب الأردني يحلها كل الأردنيون ونحن نضع أيدينا بأيدي كل الخيرين سواء كانوا مؤطرين حزبيا أو غير مؤطرين حزبيا. هذا الوطن لنا جميعا، حمايته علينا جميعا، ونهضته يعني علينا جميعا إن شاء الله. في أخونا سأل سؤال قبل قليل وأتصور يمكن من الظلم إن نتجاوز سؤاله ما بعرف يعني فضل. أخونا الكريم الأستاذ عبد الله أظن اسمه قال إنه يعني فشل الإخوان المسلمون في مصر، وهل يعني يمكن العمل الآن على إفشال الإخوان المسلمين في مناطق أخرى، ووجه دعوة يعني للأخ يعني أبي عصام في هذا المجال. أنا أقول من المبكر الحكم إنه فشل نظام أو لم يفشل خلال سنة. يعني تحكم حكومة 4 سنوات وبتقول أنا والله ما أعطيت الوقت الكافي، يحكم زعيم 30 سنة بيقول والله كان يريد أن يفعل كذا ولكنه لم يفعل. الإخوان المسلمون لم يحكوا في مصر، الإخوان المسلمون قدموا رئيسا اختاره الشعب، واختار الشعب المصري مجلس شعب حلته المحكمة، ومجلس شورى أيضا حله الانقلاب يعني مؤخرا. لكن يكفي الناس، يكفي الحكومة اللي كان أو النظام اللي على رأسه الدكتور محمد مرسي فرج الله عنه أنه لم يعتقل سياسيا واحدا خلال هذه السنة، بينما السجون الآن والسجون قبل عهده ملأ بالسجون. أما مسألة إفشال الإخوان المسلمين، أنا أعتقد كما تفضل أخ أبو عصام وتفضل الدكتور محمد يعني أيضا الإخوان المسلمون ليسوا جزءا منفصلا عن هذا الشعب، وليسوا جزءا منفصلا عن هذه الأمة. وأنا أعتقد ليس هنالك عاقل في هذا الوطن ولا في هذه الأمة يسعى إلى إفشال مكون من مكونات هذه الأمة. الإخوان المسلمون والحركة الإسلامية كانوا على الدوام، جزء لا أقول هم صمام الأمان، جزء من صمام الأمان في هذا الوطن، وجزء من حالة الرشد التي أسأل الله تبارك وتعالى بقائها في هذا البلد حتى لا نبتلى بما ابتليت به أقطار أخرى يعني من تطرف ديني ومن من من الأمور. أسأل الله أن يعيذ يعني وطننا منها. أنا أعتقد نحن بحاجة إلى تنافس برامجي شريف وإلى حوار مستمر، لكن